واحد ماش مقرقب ولا سكران عجبو راسو هز واحد الباز بدا الطوموبيلات بدا من راس ديال الدرب كيهرس كيهرس وانت كنشوف ها العربون في هذه بعدا اللي كانت العصا بزاف واحد الاخرين قدام هاد السيد هذا كل ما حصروش الناس كان غادي يدير واحد الكارثه اكثر من هادي جا جاب الله حصروا الناس جينا منه جينا منه وعيطنا على البوليس وشدوه وتقريبا تكون عندك 25 عام 26 عام ماشي ولد الحي لا ماشي ولد الحي لا ماشي ولد الحي جا من بدا من الزنقه له بدا بالاولى بالثانيه جا ضرب هذه تاهم مايا وزادوا وقاو الزنقه الاخرى ضرب الزنقه الاخرى صافو وتجمعوا الناس شافوا غادي غادي كيدقدق كيدقدق دوروا الناس صافو تعيطوا على البوليس وجاو داو صافي وتقريبا هنا كاينين 11 و4 في الزنقه الاخرى تقريبا شي 16 سياره ولا ما مش كيقولوا مقلقب ولكن من دوروا الناس بغى يهرب ما من ورا بعقل واخا غير داك الشيء تعب المقلقب هو ترى بزاف بزاف راه شنو درا المهم لا اله الا محمد رسول الله اش غادي نقول الله ياخذ الحق هذا هو المشكل هما صحاب السيارات مساكن هما اللي غادي ياكلوا الماضي الا ما عندهمش لاسيرونس ديال التوريسك راه غادي ياكلوا العصب بالخصوص هذا كاع هذه اللي كانت العصب بزاف هذه اللي كانت العصب بزاف وحده اخرى اللي واحد الحمراء راه هي حتى هي حتى هي اللي كانت العصب ولكن هذا امر الله امر الله ما عندنا ما نديرو